بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. مرحبا بكم تلامذة الأعزاء في هذه الحلقة الموجزة، دائما مع أستاذكم بكر مبروك في مادة اللغة العربية للسنة الثالثة ثانوي. يعني هذه الحلقة الموجزة بحول الله سوف نعرج فيها على أهم محاور الفصل الثاني للسنة الثالثة ثانوي لغات أجنبية وأدب وفلسفة. ما الذي ينبغي عليك أن تفهمه من خلال الوحدات التي تقدم في القسم؟ الوحدة الخامسة تدرسون فلسطين في الشعر العربي المعاصر، معناه القضية الفلسطينية في الشعر العربي المعاصر. من خلال هذه القناة إن شاء الله سنعرج على أهم الأفكار التي يجب على التلميذ أن يتبعها وتكون في ذهنه حين يريد أن يحلل النص في القضية الفلسطينية. لابد أن تعرف مدرسة شعر الحر، ما هو تعريفها، ما منطلقها، ومن هم أبرز روادها، وما هي خصائصها، لأن جل ما كتبوا فيه في الشعر الحر هي قصائد جلها في الشعر السياسي. ثم نعرج بكم إلى التعريف. الشعر السياسي تعريفه خصائصه أنواعه ونزعاته. لابد أن تكون لدى التلميذ يعني معرفة بالشعر السياسي اللصيق جدا بالقضية الفلسطينية. ثم نحلل إن شاء الله مع بعض نص شعري حالة حصار لمحمود درويش، ثم نعرف الالتزام وخصائصه، وكيف نعرف أن الشاعر في الشعر السياسي في القضية الفلسطينية أنه يكون ملتزم، وما الفرق بين الالتزام والإلزام. ثم في الوحدة السادسة سدرسون الثورة الجزائرية في الشعر المعاصر. يعني حين دائما حين نقول الشعر المعاصر لابد أن تفهم أنه يقصد الشعر الحر. الثورة الجزائرية، هناك قصائد عمودية صحيح مثل قصائد لمفدي زكريا، وهناك قصائد أخرى على طريقة الشعر الحر مثل ما نجد عند الشفيق الكمالي محمد صالح باوية. كيف سندرس هذه الوحدة إن شاء الله من خلال القناة؟ نركز على قيم الثورة الجزائرية من خلال الشعر. ما هي أسباب اهتمام الشعراء بها؟ لماذا كتبوا عن الثورة الجزائرية؟ ثم نحلل إن شاء الله ونغوص في البناء الفكري والتقويم النقدي حول تحليل نص شعري لمفدي زكريا، شفيق الكمالي، ومحمد صالح باوي. أما فيما يخص الوحدة السابعة سوف تتطرقون إلى ظاهرة الحزن والألم في الشعر المعاصر، بمعنى في الشعر الحر. ما هو تعريف ظاهرة الحزن والألم؟ وما هي خصائص شعر الحزن؟ وما أسباب شيوعها في الشعر المعاصر؟ ومن هم أهم شعرائها؟ هذه الأمور لابد أن تكون في ذهن التلميذ. ثم نحلل نص شعري لنازك الملائكة حتى نطبق ما أخذناه من تعريف لظاهرة الحزن وغيرها، ونتعرف أيضا على الحقل الدلالي المسيطر على النص وما هي ألفاظه في ظاهرة الحزن والألم. ثم ستدرسون بحول الله الوحدة الثامنة وهي عنوانها توظيف الرمز والأسطورة في الشعر العربي المعاصر. هنا لابد للتلميذ أن يدرس بذكاء، تربط الوحدة بين ما يقدم من دروس في القنوات التعليمية ويعني معلومات نظرية ثم المعلومات التطبيقية كيف تطبق على النصوص. من خلال هذه الوحدة إن شاء الله نتعرف على تعريف الرمز، ما هي أنواعه وأهدافه، ونركز على رمز الأوراس في الشعر العربي المعاصر، ونحلل نصا إن شاء الله شعري لصلاح عبد الصبور وهو من أبرز شعراء الشعر الحر أيضا في العصر الحديث. ثم فيما يخص دروس القواعد للفصل الثاني هي أحكام التمييز والحال، الفضل وإعرابها، أنواع الجموع ومنها جمع القلة وجمع يعني صيغ منتهى الجموع، اسم الجنس الجمعي والإفرادي نفرق بينهما إن شاء الله، أحكام البدل وعطف البيان، الجمل التي لا محل لها من الإعراب، المسند والمسند إليه. بخصوص العروض والبلاغة سدرسنا إن شاء الله الرجز وبحر المتقارب والرمل والكامل وافر والهزج في الشعر الحر، كيف نحلل إن شاء الله وكيف نستطيع استخراج البحر في الشعر الحر. ثم تدرسون الزحافات والعلل في الشعر الحر. فيما يخص البلاغة تدرسون التنص، وفي القواعد الهمزة المزيدة في أول الأمر، وهذا خاص بشعبة اللغات الأجنبية فقط، يعني أدب وفلسفة لا يدرسون الهمزة المزيدة في أول الأمر، والمشترك بينهم هي كل ما قلناه تقريبا، يعني هذا مشترك بين أدب وفلسفة واللغات الأجنبية. لذلك من الضروري جدا إذا أردت أن تتابع وتفهم، يعني حين نصل لتحليل النصوص إن شاء الله ستفهمون كيف أننا نطبق فقط أمور نظرية نطبقها على القصيدة. هل هي في الشعر السياسي
ظاهرة الحزن والألم؟ ما هي أنواع الرموز التي يستعملها الشعراء؟ وما الهدف من استعمال الرمز؟ لأن إن شاء الله في حين ندرس الدروس بالتفصيل ستفهمون ما معنى القضية الفلسطينية في الشعر المعاصر ومعنى الشعر المعاصر أصلا، لأن بعض التلاميذ يخافون من الشعر الحر. وأختتم هذه الحلقة الموجزة وأقول بأن على التلميذ لا يخاف من الشعر، لا تخافوا من الشعر. يعني جل التلاميذ لا يفهم القصيدة مباشرة يفر إلى النثر. النثر أحيانا بل غالبا تجد أسئلته تحتاج إلى أن تقرأ ما بين السطور، والإجابة لا تكون بأخذ يعني فقرة وتجعلها في الجواب، لا، وإنما يحتاج إلى تأويل. أما الشعر غالبا ولو رأيتم امتحانات البكالوريا السابقة تقريبا تجد بأن النصوص الشعرية أسئلتها مباشرة، ما النزعة، ما الذي شغل بال الشاعر، استخرج الحقل الدلالي، الحقل المعجمي، يعني أمور بسيطة إن شاء الله بالتطبيق والتدريب ستصلون إلى المعدلات التي تطمحون إليها. دائما أنصحكم في فيديوهاتي بأنه على التلميذ ألا يقلل من شأن أي مادة، ما يهمك هو المعدل، خشية أن تصطدم فيما بعد يعني اختيار تخصص في الجامعة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح، نلتقي بحول الله في حصص جدا مفيدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسيت فقط أن أذكر لكم أنه يعني فيما يخص الشعر السياسي هذا قد سبق وأنا أشرت إليه في القناة، تجدون إن شاء الله رابطه في أسفل وصف هذا الفيديو. أيضا عرفت الالتزام وخصائصه، أيضا لابد أن تفرقوا بين الالتزام والإلزام، تجدون إن شاء الله في الوصف. فيما يخص يعني الدروس التي أشرت لها سابقا هذا فقط، هذه أهمها. يعني الشعر السياسي تحفظ تعريف الخصائص الأنواع والنزعات إلى آخره، ثم أيضا الالتزام، ما هو تعريفه، وهل الشاعر ملتزم أم ملزم، وما الفرق بين الالتزام والإلزام. هذه من الضروري جدا، فقط اعذروني لأنني نسيت فقط هذه الفكرة أن أذكركم بها، وإن شاء الله متابعة طيبة وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.